أيها المشاهد الكريم، أجدد لك التحية من داخل مركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، وما زلنا نتابع فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 والذي بدأ يومه الأول في هذا اليوم بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهامة في مجال الاستثمار. سأتحدث الآن وأتشرف بتقديم ضيفي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. برحب بمعاليك معالي الوزير ضيفا عزيزا على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بيك يا فندم، متشكر جدا على الاستضافة. يعني بداية سأبدأ من الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، وهي اتفاقية ضخمة بقيمة 400 مليون دولار بين المصرية للاتصالات وليكويد تيليكوم، شركة الاتصالات الرائدة في أفريقيا. معالي الوزير، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الاتفاقية وكونها تأتي في أول أيام المؤتمر بهذا الحجم الكبير. 400 مليون دولار، اتفاقية ليست بالقليلة يعني. تمام، الحقيقة أكثر من موضوع حول هذه الاتفاقية. دعنا في البداية نوضح ما هي أهم ركائز هذه الاتفاقية والمواضيع التي تتمحور حولها. الاتفاقية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو الاستثمار في مجال مراكز البيانات. مصر كما نعلم جميعا لها موقع جغرافي متفرد بين دول العالم. هذا الموقع يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا لاستضافة مراكز البيانات الدولية والإقليمية. هذا الاتفاق هو بداية استثمار حقيقي في استضافة مراكز البيانات العالمية في مصر. المحور الثاني للاتفاقية هو الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية التكنولوجية، ما يسمى الفينتك، وهو إتاحة الخدمات المصرفية من خلال المحمول لشبابنا من رواد الأعمال وصغار المبدعين. هذا هو الاتجاه السائد في العالم، ومصر لابد أن تلحق بهذا الركب. شركة ليكويد تيليكوم شركة رائدة في هذا المجال، وإن شاء الله ستستثمر في مصر في هذا المجال أيضا. المحور الثالث للاتفاقية هو التعاون في مجال البنية التحتية المعلوماتية من أجل تدعيم البنية التحتية في مصر وإتاحة سرعات أكبر وانتشار أكبر لخدمات المعلومات في مصر. هذه هي المحاور الثلاث التي ترتكز عليها مذكرة التفاهم التي وقعت صباح اليوم باستثمارات محتملة 400 مليون دولار في السنوات الثلاث القادمة. كيف من الممكن أن ينقل الاستثمار بهذا الحجم في قطاعات هامة حقيقة الدولة بدأت بالاستثمار فيها قبل فترة؟ يعني الشمول المالي هو على أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراكز المعلومات أيضا على أولوية الوزارة، لكن كيف ينقل هذا الاستثمار من وتيرة الخطى نحو اكتمال المنظومة؟ الحقيقة الاستثمار قيمته تأتى من أكثر من منبع. المنبع الأول أنه يجلب تكنولوجيات وتقنيات وأساليب إدارة حديثة وخبرات بنتها شركة ليكويد تيليكوم من التعاون مع دول أخرى ربما سبقت في هذا المضمار، ومن ثم جلب هذه الخبرات إلى مصر مسألة في منتهى الأهمية. أيضا جلب استثمارات بمبالغ كبيرة يساعد في الإسراع بوتيرة تنمية البنية التحتية. الركيزة الأخرى الشمول المالي زي ما سيادتك تفضلت هو واحدة من أهم الملفات التي تتعاون فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي أجهزة الدولة. دورنا فيها هو إتاحة البنية المعلوماتية للإسراع بوتيرة الشمول المالي. هذه الاتفاقية تأتي محققة لهذا الهدف، هو تقديم خدمات بنكية من خلال المحمول، ومن ثم الإسراع بعمليات الشمول المالي. معالي الوزير، لو تحدثنا في مؤتمر أفريقيا وهذه القمة التي تشارك فيها يعني دول أفريقيا بوفود من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى، ماذا عن تعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دول أفريقيا في هذا القطاع حقيقة الذي يستقطب عادة استثمارات كبيرة جدا؟ الحقيقة يعني أشكرك على هذا السؤال لأنه موضوع مهم، وهذا هو الجانب الآخر المهم في الاتفاق الذي وقع اليوم.
انها يكرس حقيقة ان مصر دولة جاذبة للاستثمارات، وان السوق المصري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات سوق واعد ويستطيع ان يجتذب استثمارات بمبالغ ضخمة كالتي شاهدناها صباح اليوم. هذا السوق قوامه حجمه الذي يبلغ 100 مليون كما تعلم سيادتك في التقرير التنافسية الذي صدر قبل أسابيع، مصر السوق الواعد رقم 24 في العالم ما بين 140 دولة، هذا ترتيب متقدم جدا. أيضا مناخ الاستثمار في مصر بما حققته مصر من استقرار سياسي واقتصادي، بما حققته من شفافية في سياستها المالية والاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الذي تحقق في مصر، كل هذا يصب في قدرة مصر على جذب استثمارات ضخمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تعلم سيادتك هو مجال ممكن لباقي أجهزة الدولة وقطاعاتها من إتمام عمليات التحول الرقمي فيها، ومن ثم ما تسعى إليه وزارة الاتصالات هو تقديم حزم من الخدمات الرقمية في كافة الحقول بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لكي توظف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتسهيل حياته. أعلم أن هناك مبادرة هامة سيتم الإعلان عنها، مبادرة للسيد الرئيس، لا أعلم يعني إن كانت معلوماتي صحيحة، ولكن أطمع فيها الحصول على يعني معلومات حصرية عنها لإكسترا نيوز في لقائي مع معاليكم. دعني أتحدث عن مبادرة أطلقها السيد الرئيس قبل أسبوعين. الحقيقة يمكن أطلقت أول ما أطلقت من قبل السيد الرئيس في منتدى الشباب العالمي قبل نحو شهر في شرم الشيخ، حين أطلق توصيات نهاية المنتدى، وكان ضمنها توصية بتدريب 10,000 شاب على الألعاب الرقمية. عاد السيد الرئيس وتفضل بتوجيه وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات للاطلاع بهذه المبادرة في مؤتمر كايرو اس تي قبل أسبوعين. الوزارة بالفعل بدأت الخطوات التنفيذية، أطلقنا موقع ليقوم الشباب المصري والإفريقي بتسجيل نفسه لبداية عمليات التدريب، سواء التدريب الرقمي الذاتي أو التدريب بشكله التقليدي أو بشكل مشترك على بناء الألعاب الرقمية. سوق الألعاب الرقمية سوق واعد ضخم، هي صناعة قوامها أكثر من 20 مليار دولار، ومن ثم لابد للشباب المصري والإفريقي أن ينال نصيبه من هذا السوق. العدد المستهدف معالي الوزير كم شاب؟ العدد المستهدف 10,000 شاب خلال 3 أعوام، مصري وإفريقي خلال 3 أعوام. أيضا هذه المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس لم تقتصر على التدريب، ولكن امتدت إلى ناحية عملية، وهو إنشاء 100 شركة من صغار المبدعين ورواد الأعمال في حقل الألعاب الرقمية. ومن ثم الآلية التي استقرنا عليها هو أن نستقبل عدد من المتدربين في دورات وموجات متتالية مرة كل 6 أشهر، تبدأ الموجة باختبار وانتقاء لمجموعة من الشباب، ثم تدريبهم تدريبا جدا ومكثفا لمدة 3 أشهر، ثم تشجيعهم على بناء مشاريع من الألعاب الرقمية، ثم انتقاء أفضل هذه المشاريع للإدخال بيها في برامج لاحتضان الشركات ومسرعات أعمال، ثم دعوة المستثمرين لمشاركة الشركات الفائزة في شركات تنشأ لهذا الموضوع. هذه رسالة قوية أن مصر تأخذ رئاستها المرتقبة للاتحاد الإفريقي مأخذا جادا حقيقيا، وتسعى بجد للتعاون مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات وفي طليعاتهم مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الذي يمثل بالطبع عماد اهتمامات الشباب وقوام مستقبل. معالي الوزير، هو سؤالي الأخير اللي معليكم، أنا أعلم أن وقتكم ضيق جدا في هذا المؤتمر، ولكن هو من إجابة معليك الآن والتوجه لتدريب 10,000 شاب أفريقي خلال 3 سنوات، يعني من الأعمدة الرئيسية لقمة أفريقيا 2018 الشباب، وهناك جلسات طويلة اليوم
عن الشباب، وتمت دعوة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال، ووزارة الاتصالات حقيقة بدأت شوطا أو قطعت شوطا طويلا مع مشاريع ريادة الأعمال ودعمتها بكل الوسائل التكنولوجية. كيف يمكن الانطلاق من الدعم للمشاريع المحلية أيضا للدعم لمشاريع ريادة الأعمال في أفريقيا، خصوصا أنها أحد ركائز هذا المؤتمر؟ قبل أسبوعين أيضا أطلقنا معمل مع الأمم المتحدة. هذا المعمل وظيفته انتقاء واستقبال الشباب الإفريقي واختبار أفكارهم ومنتجاتهم وتنميتها في المنطقة التكنولوجية الموجودة في برج العرب. الأمم المتحدة انتقت مصر لإقامة هذا المعمل لخدمة ودعم الدول الإفريقية والشباب الإفريقي بكامل أطيافه، ومن ثم دورنا مكثف لاستقبال شباب إفريقيا وخلق مجموعات عمل ما بين المصريين وأشقائهم الأفارقة ليتعاونوا في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نخلق من هذا وشائك صلة حقيقية ومنتجة وقوية بين شبابنا المصري والإفريقي. ويحول مصر كما تفضل معاليكم لتكون مركزا حقيقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليس في الشرق الأوسط فقط وإنما في قارة أفريقيا. بالفعل. معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، ونتمنى لكم كل التوفيق في المراحل القادمة. شكرا جزيلا لمعاليكم على هذا. أشكرك شكرا جزيلا على الاستضافة. لك أيضا أيها المشاهد الكريم كل شكر على طيب المتابعة. هذه تحياتي، أنا أحمد حسين، وإلى اللقاء.